مع حرف جديد لهذا اليوم، مع هذه الحروف الممغنطة الجميلة على الطاولة سنستعملها لكتابة الكلمات. إذن تلاميذي الأعزاء، حضروا أدواتكم اللوحة كالمعتاد، وسنبدأ من الأحجية إلى الكتابة، إلى تقسيم الكلمة أو تقطيع الكلمة إلى مقاطع صوتية حتى نتعرف على الحرف أو نعرف الحرف. ما هو حرف اليوم؟ جيم. جيم، إذن هذا هو حرف اليوم. حرف جيم. نستمع جيدا. هذا اللوحة، نستمع جيدا. هي آلة، آلة يستعملها، انتبه جيدا، هي آلة يستعملها المخباري في المخبر أو الطبيب أو العالم ليرى بها أشياء دقيقة، يعني صغيرة صغيرة جدا. متكلموش، نربط أصابع، أعيد. هي آلة يستعملها الطبيب الباحث ليرى بها الأشياء الصغيرة الصغيرة جدا، وهذه الكلمة تشمل حرف الجيم. البقية يلا، هي عارفة ارفع صباعك. معاد مجهر. أحسنت، مجهر على اللوحة بسرعة، على اللوحة مجهر. يلا يلا يلا، الأسرع، من الأسرع؟ من الأسرع؟ من الأسرع؟ كنت كلش والحرف نتاعك ما كنتوش. ياسر كل لوحة، حتى كل لوحة ليك، ليك ما تقلب اللوحة. واحد اثنين، حطوا اللوحة على الفارس، ما ضل الواحد هكذا، ما ضل الواحد. يلا نرفع لوحة، ضار أقلام الآن، نرفع اللوحة. اطلع على السبورة، سبورة 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 لوحة، السبورة عطيني نشوف فارس. مج ها رون، جيد احسنتم، مج ها رون، جيد. بزاف صغيرة على اللوحة، كتابة صغيرة جدا على اللوحة. يمينة لازم تكبري على اللوحة، هكذا نكتبوا في الكراس، مفهوم؟ لكن عندك انت عندك الفسح وعندك الخطوط، لازم تحترمي ذوك الفسح. جيد، مكانكم الان، يلا سنكتب الكلمه على السبوره. ساختار تلميذين فقط، تلميذين فقط. يلا كل واحد مكانه، نحسب ثلاثه، واحد اثنان ثلاثه، ايوب اسرين بسرعه. نكتب مجهر بهذه الكلمات على الطاوله. احسنت، احسنت، مباشرة نقل الكلمة، جيد. مي مي مي، سقمها مليح. مي مج، جيد احسنتي احسنتي احسنتي، ما شاء الله عليكم. مج مج، يلا مي احسنتي، كملتي، درتي مح، درتي الحا يسرين، واش خصك؟ جيد، خص النقطة، بس عندك مشكلة مع النقطة. يلا مج بسرعة، مجرون، نقول مجرون أو مجهرون، مجرون أم مجهرون، بسرعة. مج ها، مج ها، أحسنت أيوب، القاها أيوب، كانت قدامك يا نسرين. مج ها رون، جيد. يلا الآن الحركات بسرعة، أحسنتما، جيد شطور. مي مي مي، بقي لي ما كتبوش مليح مجهر، الحقيقة كامل كتبتو معظمكم كتبو صحيح، ولكن نحتاج إلى سرعة الآن، نحتاج إلى سرعة بعد ما تعلمنا بعض الحروف. مج سكون، أحسنت، رون، جيد،
قدنا فتحة. جيد احسنتم، احسنتم جيد. نجها رجعينا للوحات. انتبه انتبه، يلا كم مقطعا صوتيا، كم مقطعا صوتيا سنرسم المربعات بعدد المقاطع الصوتية. يلا للوحة، سنرسم المربعات بعدد المقاطع الصوتية. يلا نرسم المربعات بعدد المقاطع الصوتية. نرسم شوية، نركزوا جيدة دعاء. أحسنتي دعاء، جيد. لون المقطع الصوتي جيد، مليحة هذا، مليحة جيد. ما نقولوش أستاذة، درت أربعة أنت، خطأ أربعة. أحسنت، كم مقطعا صوتيا؟ ثلاثة. جيد، ثلاث مقاطع صوتية. إذا في أي مقطع صوتي يوجد الصوت؟ جيد، سأرسم. بس الفوضى علينا. إذا من وجه قاتل الآن، من يأتي إلى السبورة؟ من يأتي إلى السبورة ويفصل بين المقاطع الصوتية؟ يفصل بين المقاطع الصوتية. يا إلياس يلا بسرعة. إلياس يفصل بين المقاطع الصوتية. يلا إلياس بسرعة. إلياس أنا ما بعرفش ندير. تفصل بين المقاطع الصوتية، ما عرفتش واش ندير إلياس؟ ما كان. يلا كمل بسرعة. نعم، هنا فصل بين المقاطع الصوتية، كنت تتكلموا هنا. أحسنتي، لا وخري من الجيب، وخري هاد الجيب. جيد، معلش نعاونك صحتك. منج صحيح؟ لا عاودي عاودي طيا. أحسنتي، عاودي رجعتيها معها. إذا كم مقطع صوتية لدينا؟ ثلاثة. أحسنتي، يلا نعاودوا نقراو. شكرا، شكرا مكانك. مج ح رون. مج قلنا السكون كم مغناطيس، ماذا تفعل السكون؟ تأتي على تأخذ الفتحة. لا تقولوا لا ما سمعتش ما تقولوا. لينا الذي قبلها السكون تبع اللي بعدها تروح مع هذه؟ لا هذه ما تركزي مع الذي قبلها. مع الذي قبلها. مج ها رن. مج ها رن. يلا ننتبه الان. كلمه اخرى ننتبه جيدا. هو وعاء كبير قد رايناه في المدينه، في مشهد المدينه. كان على الشاحنة، قد نخزن فيه الماء في البيوت، أو قد ننقل به الماء والبنزين عبر الشاحنة إلى مكان آخر. ننقل به البنزين أو الماء أو أي سائل آخر. بئر. بئر في الجيم. مهرج. مهرج نجيبه نعمره بالماء. جمال نديروا فيه الماء. سلة نديروا فيها الماء. يلا عندنا سلة، عندنا سلة، هذه سلة. هل السلة أولا مرايات؟ ركزوا مليح، لأن السلة ما فيهاش حرف الجيم أولا. ثانيا كنزي حط اللوحة تاعك وحط القلم تاعك. السلة نخزنوا فيها الماء؟ نقدروا نخبوا فيها الماء هذه كاملة مكتوبة؟ نقدروا؟ لا يصير. ما كاينش اللي قال لك.
قلنا نخلو الفرصه لواحد اخر باش يفكروا. البنات ما لقيتوهاش؟ استاذه انا لقيتها. بنات بنات ما كانش لقاها البنات. استاذه انا لقيتها. ياسر صهريجون يلا على اللوحه بسرعه. اكتب كلمه صهريجون صهريجون. حط اللوحه يكمل. حط اللوحه يضع اللوحه. كملتي رسالة؟ يلا نرفع اللوحة. حطي راسك ورا نسرين. لا جلسوا. حطي راسك ورا جلسوا 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 جلسي جلسي جلوس جلوس. حطي راسك ورا دعاء. آية يمينة أميرة لينا عبد المجيد عبد المولى جلس في مكانك إياس. اطلع معاذ نجم الدين عطني نشوف. اطلع إياس اجلس اجلس باش نشوف اللوحات اخرين. اطلع إياس حط اللوحة تاعك ياسر. اطلع عبد المولى ياليس اجلس مكانك. هبط لوحة نشوف هبط لوحة نشوف هبط لوحة عطيني نشوف. اطلع ايمن جيد. ما كتبش اي ابراهيم ما يروش يكتب جيد. اذا هذه الكلمة كتبتو سهريجون. انتم كتبتو بالسين انا كاتب بالسين سهريجون. نقول صه سهريجون جيد سهريجون. عطيني نشوف الياس. الصاد نتاعكم راهي شوية ماشي مسقمة. الصاد الصاد ماكوش ديروا السنة السنة تاع الصاد يعني ديروا في الفوضى هنا. تروحوا مكانكم واحد بواحد تحطوا اللوحة بهدوء. يلا شوفوا ديروا الهدوء ولا لا. لا يلا بلا عقل بهدوء نروحوا مكاننا بهدوء ونضع الألواح بهدوء دون أن نحدث أي فوضى. هذا شطور الدوعي هكذا شدوا ما ديروش فوضى لا بالقلم ولا باللوحة. شفتوا شحال شطورين. يلا الآن صيح ريجون سنكتب هذه الكلمة. نجم الدين بسرعة ثلاثة بسرعة يلا 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 اثنين بسرعة. نجم الدين مع آية نكتب صيح ريجون. أحسنت كلمة الحرف الأول بعد شوية على الكلمة الأولى بعد الكلمة الأولى بعد الكلمة الأولى هكذا. صيح يلا الحاله التي تكتب في وسط الكلمه. عندنا واحده اخرى ما عندناش واحده اخرى عندنا واحده ولكن الثانيه الله اعلم. صيح صيح ري حركة طويلة صيح ري. يلا يلا خليك من الحركات وتبع لي الحروف. يلا سهلة صيح ري جيد. أحسنت صيح ري جيد. أحسنتي جيد ندى مش شطورة ندى ولد هايلة بيكي هايلة ندى ما شاء الله عليك. شتو واحد يتحسن شحال حطة حطة مليحة جميل أن واحد يتحسن جميل. الآن جا واش نصها جاي ندى يلا. الآن الحركات حركات كتبتي سهريحون سهريحون كتبتي كاتبة الحا دعم النقطة خلاص عودة النقطة. يلا الحركات الآن ننتبه البقية ماكش تبع نتايا طلعت المقعد ياس قلنا كيكونوا نشوفوا في زملائنا لازم نتبعوا زملائنا نراقبوهم. جيد صهري ما كاش ليا قولي صهري يا جون
ما نقدرش نقولوا سهل يا جد. احسنت نجم الدين، احسنتي ندى. الان على اللوحه نرسم المربعات او نعم نرسم المربعات على حسب المقاطع الصوتيه الموجوده بهذا او في هذه الكلمه بسرعه. يا دي مربعات ما نحضرش اللوحه، ما نحضرش اللوحه، مربعات ماشي اشكال هكذا، مربعات مربعات دعاء. ماش تفكر واللون المربع، اللون المربع، يلا بسرعة. شحال تدي من المربع ندى؟ تدي خمسة، صابة خمسة. يلا مليح مليح، الكمية ديالك صحيح. زين، كم مربع رسمتهم؟ أربعة أيوب، عندنا أربعة. أنت بيضاء ولا أقلام الآن؟ خلصنا. معايا كامل؟ سهل. كم مقطع؟ ثلاثة. هيا بنما، فصلي ما بين المقاطع، أنا سأرسم ثلاث مربعات أو شريطا من ثلاث قارات. جيد، هذا الأول. حبي معاه من هذا. جيد، أحسنتي، مرحبا، يلا، حركة طويلة، أحسنتي. يلا معنا، نبدأ، نبدأ، نبدأ وهدف، وكل زيد وأيوب في ثلاثة ماكوش تبعوا. سهلة يتحمل العطش كثيرا. هو حيوان يتحمل العطش كثيرا. أين يسكن؟ في الصحراء. جبتوه. ما معاه؟ هذا شنو الدين؟ ما تكتبش كل ما نزل ما تكتبوش. يلا ما هو؟ ما هو؟ ما هو عادي؟ قرد. قرد. كيف اسمع؟ قطة. قطة تعيش في قطة في هنجم. كم كلمة في اللوحة؟ نعم جمل. جمل اللوحة بسرعة. يلا 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 يلا. الجسم الجسم تكتب كلمة كلمة. سهلة. لا تفتح بطاقة ستار. لا تفتح بطاقة ستار. تكتب كاسحة. مكان راس المباراة. يلا دور على الواد. لينا إلياس لحال بسرعة. إلياس لحال سبورة. جمال بسرعة. سنتي سنتي يلا. جيد جيد. جم كتبتو حيمة. كتبتو حيمة. ح ح ح. لام المتصلة ضاعت على ما أظن. لام في آخر كلمة التي تتصل على ما أظن ضاعت. ما عندناش ضاعت لنا. معلش ديروا اللام المنفردة ونقدر نكتبها أنا. ديروا اللام المنفردة. جيد. جمال. هنا اللام تتصل. هنا اللام هنا تتصل. يلا نسقيها لكم. زيدوا كملوا لي الحروف. لا لا فوضى. لا 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 فوضى. لا لا ننتبه. السبوره بجيب ننتبه. جمال. هنا اللام تتصل. هنسقيها انا. جمال.
جمل. عطيني ضمتين مباشرة، ضمتين معلش. جمال. أحسنتم، يلا مكانكم. على اللوحة كم مقطع صوتي هي على اللوحة؟ ثلاثة. سأرسم شريطا من ثلاث خانات. واحد اثنين ثلاثة. في أي مربع سهر؟ أي خانة؟ أول مربع الأول. جمال. جمال، جيد، أحسنتم. الآن من يفصل المقاطع؟ بسرعة فصل المقاطع بسرعة يا إنس. جا، جيد. جا الأولى، تبعوا الباقي. ما لون، خلاص اللون خليها ثم اختي لصقها في الحرف. أحسنت، إذا في المقطع الأول أحسنت يا إنس، جيد.